الحدث اليوم شباب القاهرة العالمية والسي بي البارح. أكيد مقابلة أثارت الكثير من الجدل، مقابلة السي بي والشباب الاحتراز فني من الشبيبة. معنا بالتليفون السيد مراد القداح، الناطق الرسمي باسم الهيئة المديرة للجي اس كي، باش ناخذ من عنده أكثر تفاصيل شنو صار في المقابلة البارح. سي مراد أهلا بك. اهلا بيك وأهلا بجميع مستمعي اكسبريس اف ام. اهلا وسهلا. دونك سي مراد، حابين ناخذ من عندك، انت كنت في المقابله امبارح، موجوده؟ موجوده. شنو صار بالضبط في اللقطه اللي اثرت الجدل؟ شفنا الحكم المساعد هز الدرابو نتاعه وهبط. نحبوا نعرفوا التفاصيل اللي عملتوه، خاصه الاحتراز اللي عملتوه. هل صحيح انه يوسف السرعي ما حبش يعمل احتراز، ما حبش يوقف المقابله وقتها؟ احكي انت شنو صار بالضبط، معناها شنو صحيح من غلط؟ والله هو المقابله كانت ماشيه عاديه الى حدود معناها اللقطه هذيك. في اللقطة هذيك بالذات كرة خارجت جاوز معناها الخط اللي بحث المساعد الأول اللي مع المساعد الثاني، وهز معناها الراية نتاعو وأعلن على تماسك ودخل حتى في نقاش مع واحد من المدافعين نتاع معناها النادي الرياضي البنزرتي. في اللقطة هذيك تم معناها لعب الكرة والحكم المباراة معناها ما ينجم يكون ما تفطنش بصراحه، ما كان ينجم يكون ما تفطنش معناها للرايه نتاع المساعد نتاعو، وكملت معناها العمليه وسجل الهدف. والاعلان معناها كان معناها من طرف الحكم المساعد الثاني على تماس. بعد في الوثيقه بعد معناها ما تم معناها بعد ما سجل الهدف توجه معناها القائد الفريق وطلب معناها انه يتم معناها تسجيل احتراز فني على اساس انه يتم تحريره بعد من طرف معناها الحكم اللي هو بعد خرج من المقابله حرر معناها الاحتراز الفني لشبيبة الرياضية القيروانية على اساس انه المساعد الثاني نتاعو هز الرايه نتاعو باش يعلن على تماس. بعد ما رانا انه الحكم نتاعها يكمل يكتب خاطر هو سجل معناها الاحتراز الفني نتاع شبيبة الرياضية القيروانية، كمل دون في نفس ورقه المباراه انه المساعد الثاني اعلن على خطا مخالفة، فهمتني؟ وهو رأى أنه معناها يكمل العملية اللي صارت، وما نعرفوش نحن المخالفة اللي أعلن عليها المساعد الثاني إذا فايت الشبيبة ولا فايت النادي الرياضي البنزرتي. وكي تفرجنا على المقابلة معناها كان وحده، ما ثم حتى مخالفة وما ثم حتى احتكاك وما ثم حتى لاعب من نادي الرياضي البنزرتي في اللقطة هذيك والشبيبة الذي قراوني قرب لبعض. اي حكيتوا مع الحكم، الحكم في كي داون حكم المباراه حد معناها ما نعرفش انا يغلف الخطا هذايا بل التدوير اللي عملها معناها على ورقه المباراه. تسمع فيا سي مراد، قلت لك حكيتوا معك وقت يدور الاحتراز الحكم، قلت له منين المخالفه منين جات، حكيتوا معه شنو صار، حكينا شويه تفاصيل على الكواليس اللي صارت في حجرات الملابس البارح. لا هو في ما يدخلوا حتى يدخلوا الغرفه نتاعهم معاهم قائد الفريق كل شيء. قالوا لي راهو الجوج نتاعي قال لي راهي فما مخالفه وراهو انا معناها وصلت المباراه. مخالفه معناها مخالفه وهميه، هو هي الطريقه اللي تم تدوين بها معناها معناها على ورقه المباراه معناها انه فما مخالفه معناها صارت وانه هو معناها قرر باش يواصل اللعب، هي راهي جات معناها من وحي ساعه، لكن هو حسب توا المشاهد اللي شفناها في التلفزه وحتى نحن موجودين في المباراه صراحه هو زاد ورط روحه الحكم خاطر ما فما حتى مخالفه صحيح. لا معناها على لاعب من شبيب ولا على لاعب من نادي الرياضي البنزرتي، ما فماش مخالفه بالضبط وحده. اي ظاهره التصويره كان وحده الملاعبي هو. قلت لك واضحه كانت التصويره كان وحده الملاعبي، وحتى الجوج الاسيستون كان يغزر المركز على الكره اللي خرجت ولا لا، ماهوش يغزر حتى المخالفه وفي اللقطه ديريكت مو هز. ما انا ما فهمتش بحق علاش هو قايد هكاك، ممكن حاب يمنع روحه كما قلت انت. على كل قلت لك هو زاد ورط روحه، مش يمنع روحه، هو ورط روحه هو ممكن أما كان اما سؤال معلش رجال قانون بالنسبه لي انا كان ما كتبهاش الفقره الاخرانيه بعد الاحتراز اللي سجلوا من عند شبيبه، كان ممكن لهنا شبيبه معناها مش تلقى حقها، لكن اليوم انا ناكد لك انه شبيبه في في بطوله محترفه نقولوا نحن ان شاء الله معناها تراعي وتحترم القوانين نتاعها الموجوده، معناها حق الشبيبه الرياضيه القيروانيه محفوظ. السؤال اللقطه هذيك تستوجب احتراز فني مش السلطه الاولى تقول للحكم، معناها يقول لك انا نقدر معناها انا شفت الاسيستون غلط. التوش راهي تتلعب ما تتظفرش، معناها اذا هو المساعد يعني انه الكره خرجت معناها من اللعبه معناها وتماس، فهمتني؟
بالنسبة للحكم هذا مجبور باش يرجع معناها للقطة، وحتى كان سجل الهدف ويرجع ويقول له معناها الحكم المساعد، خاطر ما نعرفوش شنو صار بين الحقيقة معناها ممكن نقطة الحلقة المفقودة في الحكاية ذي كل شنو اللي صار بين الحكم وبين المساعد نتاعو بعد ما توقفت المباراة تتر الهدف نتاع نادي ريال بنزرتي، وتوجهوا له اللاعبين معناها وستاف نتاع الشبيبة رديقة قيروانية وقالوا له راه الحكم نتاعك هزز معناها هزز الراية نتاعو خاطر فما تماس. شنو صار وقتها والله ما نعرفوش شنو اللي صار بين الحكم وبين جوج نتاعو، لكن هذه كرة خارج التماس هذا يعتبر من قبيل الأخطاء الفنية. سيمولات مشيتو اعتصمتو في الجامعة البارح من بنزرت ديريكتومون للجامعة، شنو صار في الاعتصام هذا؟ والله جاء مشكور الدكتور وديع الجزائري استقبل معناها المسؤولين نتاع شبيبة رياضية قيروانية، فهمتني، وأكدنا أنه إذا عنده حق شبيبة رياضية قيروانية راهي بحول الله شكون معناها يشتاخذ. شنو حكيتوا بالضبط؟ باختصار، وسمعنا بعد اللي ممكن صار فما لقاء بينه وبين طاقم التحكيم، ما هذوما معناه دي ريمور، معناه ما ناشي معناه حاجه كونفيرمي انه تقابل مع طاقم التحكيم وحكى معاه في خصوص اللقطه هذيك. نحن باش نتبعوا اجراءاتنا القانونيه بيان سور مع الهيكل المختص اللي هي الرابطه الوطنيه معناها الرابطه المحترفه تاعنا، وإن شاء الله اللي عنده حق ياخذ. راهو بالنسبه لنا احنا والله صدقني قبل معناها ما تصير اللقطه هذيك كانت مباراه اكثر من العاديه، ما كانش فما حتى احتجاجات لا من لاعبين نادي رياض بنزرتي ولا شبيبه رياضيه قيروانيه. كانت الاجواء رغم اللي هي اجواء مش نحكي معناها خاطر حكينا عليه قبل ما تصير اللقاء، الاجواء اللي صار فيها اللقاء وكذا، ورغم هذا كانت الاجواء معناها على الملعب كانت اجواء باهية ما بين زوج فرق، بين زوج لاعبين اللاعبين. صحيح، هي بخلاف اللقطة هذيك بدلت كل شيء. عندكم ثقة في الهياكل؟ عندكم ثقة في الرابطة والمكتب الجامعي باش ياخذكم الحق بتاعكم إذا كان موجود سي مراد؟ ما عندناش ثقة في الهياكل، معناها على الدنيا سلام صراحة، خاطر احنا توا أملنا كبير أنه معناها القوانين تطبق. نحن القانون واضح أنه في صورة وجود احتراف فني، إذا فما خطأ فني فادح من عند من معناها من حكم المباراة فانه قانونيا معناها يتم اعاده المباراه. تنجموا تمشيو لبعيد، تنجموا توصلوا للطاس حتى نستناو هذا كله؟ نحن بالنسبه لنا معناها الكلمه هذه علاش نوصلوا للطاس؟ اذا نحن معناها حقنا واضح معناها بالقناه الوطنيه معناها اللي بثت معناها المباراه، بالورقه التحكيم معناها ورقه المقابله اللي ثبت بها معناها السيد يوسف السرايري قال له هو معناها اذنب في حق شبيبه رياضيه قيروانيه. ظهر لي اليوم الرابطه تنجم معناها تعطي الحق لشبيبه رياضيه قيروانيه، واضح، ويتم معناها اعاده اجراء المباراه. وظهر لي كما نقولوا نحن كل واحد معناها كل ما يرقاني تقعد كما نقولوا نحن، نحن شبيبه راه فما هدف اخر البارح قالوا هو مسبوق بتسلل، نشوفوا فيه الماتش نحن قدامنا. شفنا هذه كل اخطاء تحكيميه راه بونتو تتمركه ويتنحى، شبيبه قبل ما يتسجل الهدف نتاع نادي ريال بنزرتي جات الكره على العارضه، وهذه كره واضح. يعطيك الصحه، يعطيك الصحة، شكرا لك سي مراد القديح على كل التفاصيل هذه مديتنا بها، وأكيد إن شاء الله اللي عنده حق ياخذه. فاصل الموسيقى قصير وبعدها مكملين في فايف بلاي حتى